السؤال الرابع، ما هي الثمرة؟ ماذا نستفيد من هذا الدرس؟ ما الفائدة؟ تورتينش سرور. بول يش نيجزد يرونغنن قنداي فايدة قنداي ميموجيمش تروان. الفائدة أننا إذا تعلمنا الآن الأصول الثلاثة، ثم عملنا بها، ثم دعونا إليها، وصبرنا على العلم والعمل والدعوة، إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر، وهذا من أنفع وأعظم الفوائد. يعني من فائدته جون تمندي شو؟ إذا ده كيم ده كيم، من يرونغن موسو، يش نيجز يرونغن موسو، أغا جرش أمالغا موسو، جنا أغا دعوات كلا موسو، جنا وشول يرونغن ده يلي مالغان ده أمالغان ده جنا دعوات كلا ده صبر كلا موسو، إذا ده منن باردون، بول دينه دخل كلا موسو، سويس الله تعالى جردا من خبر ده يشروع جوتيرا بول منن إيه شو موسو فائدة لنا بري؟ نعم.